وللحديث اكثر عن فتح سوق الاسهم السعوديه انضمنا عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه عبد الله المقدد. حياك الله سيد عبد الله وصباح الخير. يعني السوق السعودي اليوم كان مع موعد مع الانضمام المرحله الاولى للاسواق العالميه، هل ربما انت ايضا كذلك مع حاله التفاؤل الايجابي اللي قد نشهدها على السوق خلال الاسبوع الحالي، مع انه ايضا كذلك كان يترقب انه تلعب السيوله الاجنبيه ودخول السيوله الاجنبيه للسوق دور كبير؟ صباح الخير وشكرا للاستضافة قناة الإخبارية. اليوم أخبار مشجعة للسوق السعودي، خاصة في جلسة اليوم. الحمد لله بدينا تأتي الأخبار ثمارها، خاصة في السوق السعودي اللي مطلع 2019. الواضح أخوي سلمان بأن الأخبار جيدة، خاصة في السنة الحالية هناك نوع من التفاؤل والانضمام المرحلي للسوق السعودية، خاصة ضمن الأخبار الجيدة خاصة في الانضمام لفوتسي وأيضا مؤشر S&P. هناك رغبة خاصة في تدفق الأموال الأجنبية وأيضا لزيادة الاستثمار والتعزيز المؤسسي خاصة في السوق السعودي. أيضا الواضح هناك رغبة في إظهار ودخول للجمعيات الخاصة بالشركات المدرجة خاصة في المرحلة القادمة. جميل. هناك فوائد عدة خاصة في الانضمام الواضح للسوق المحلية، وبالتالي نرى إيجابية خاصة في السنة الحالية اللي هي تعد عام مفصل للسوق السعودي نحو الاستقرار ونحو العائد الجيد للمستثمرين بإذن الله. بإذن الله. ماذا يعني أيضا بالنسبة لانضمام السوق السعودي سيتم على 5 مراحل، هل ربما أن السوق كبير وضخم أم أنه أيضا كذلك سيتم إجراء مراجعة دورية بالنسبة على كل مرحلة؟ بالنسبة للحجم، الحجم للسوق السعودية يعادل يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، أيضا قاعدة قوية خاصة في السوق السعودي كبير، حجم السوق كبير، أيضا تقسيم الأجزاء الواضحة خاصة الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة، هناك توقيت جيد، وأيضا مراجعة دورية نلاحظها أيضا من المؤشرات الكبيرة في السوق الدولي. لكن نحن الآن ننضم تدريجيا، وهناك يعني واضح الشركات المرغوب فيها من العام الماضي خاصة في موضوع الشراء المؤسساتي. جميل. ربما من الفترة الماضية كان يعني يصنف السوق السعودي على أنه سوق محلي، يعني بدأ التغيير مع العام 2015، اكتملت الصورة تقريبا مع اليوم الانضمام للمؤشرات العالمية. كان هناك تصريح لرئيس مجلس إدارة السوق المالية واللي أشار أنه العام 2019 سيكون عام مفصلي للسوق، هل لأنه انضمام السوق السعودي للمؤشرات العالمية أم لربما نتوقع أيضا كذلك إجراءات جديدة قد نشهد تحسن بالنسبة من أداء السوق؟ الواضح بالوزير عندما تحدث عن العام الحالي عام مفصلي، هناك ملاحظة خاصة في موضوع الريبورتات اللي حاصلة والتقارير التي تنشر في السوق السعودي، أيضا خاصة بحكم المكانة التي يحظى بها السوق السعودي خاصة بحكم الحجم للسوق في الشرق الأوسط. هناك نوع من الإجراءات والضوابط التي ربما نراها في الأيام القادمة خاصة مع إقرار المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بإذن الله التي ربما نشوفها في يونيو العام الحالي. نعم. الواضح بإذن الله تعالى زيادة حصة استثمار خاصة في المؤسسات في السوق السعودي. رأينا الأسبوع الحالي أستاذ سلمان بأن هناك ارتفاع أكثر من 1.6 مليار دخول للاستثمار خاصة من قطاع شريحة الأجانب، وبالتالي هناك رضا تام قد نراه بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة بإذن الله. بإذن الله. وأيضا كذلك هذا ما أكد عليه رئيس مجلس السوق المالية بأنه تضاعف نسبة ملكية المستثمرين الأجانب بأكثر من 5%. السيد عبد الله المقداد محلل الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.